كم هي عظيمة محبتك يا الله، أن تأتينا بابنك من سمائك إلى أرض ترابيتنا، إلى حيث عبورنا إليك بعد سنوات هي كالدقائق في نظرك، ننطحن في معجنها لكيما نستعد إلى لقائك في مجد أبدي هو ألق إيماننا بك. كم هي رهيبة هذه المساحة من السنة الطقسية، فيها ندخل في صوم تطويعي لإرادتنا، من خلالها نتغلب على براثن الخطيئة التي تقض مضجع ارتقائنا نحو سمو الروح. كنت ابنا ضالا وها أنا ذا في أحضان رحمتك، أتيت إلي بتواضعك تعرفني عليك كما السامرية، مخلعا تطأطئني خيباتي فإذ بك تشفيني، بصيرتي عمياء عن صلاحك هاك بيد النور تبصرني، مع سعف نخيلك تدخل إلى أورشليم داخل العطشة إليك ملكا على حياتي آتيا باسم الرب، وإذ بأسبوع الجلجلة النكران الخيانة الآلام والقيامة يدخلنا معه في مواجهة مع صلابة إيماننا لكيما نقول بآلامه حيينا. وهذا هو عنوان مساحة صلاتنا مع جوقة الجامعة الأنطونية بقيادة المايسترو الأب توفيق معطوق، حيث من خلال تطويع الكلمة الخارجة من عمق مزامير الصلاة نقول: ليرحمنا الله، وحناجر النبض الآسر نقول: توبوا إلى الرب، هلموا نعقد العزم، نشدد الركب الواهنة، نشرع الأبواب إلى روح معطي الحياة لكيما نستحقها بأمانة. Thank you.
في خضم المسيرة الثابتة نحو تحقيق الفداء، لا تكتمل الصورة من دون وجه مريم. هي الرفيقة التي اصطفاها الله لكيما تكون الشريكة، لا بل جسر العبور نحو الظفر. كم أنت رائعة يا مريم العذراء، يا نجمة دائمة في ليل ظلام، وشمسا منيرة في نهار وكلام. معك كلماتنا قليلة على مثالك، لكننا نصبر على مثالك ونثق على مثالك، لأن الله معنا فمن علينا. افعلوا ما يأمركم به ابن يسوع. نعم، كلماته هي نور لسبيلنا، أن نسير على هديها هو القرار والخيار. ساعدينا يا مريم أن نفهم عمق سر مخطط الله في حياتنا، الذي قد لا يوافق رغبتنا لكن مشيئته هي المآل. يا مريم الواقفة تحت أقدام الصليب، اسمح لنا أن نخفف من وطأة السيف الذي اجتاز قلبك. معك نريد أن نستحق عنصرة من خلالها نتطهر بألسنة الروح من كل شوائب تداعيات الحياة، ونتسربل بوشاحك الطاهر لكي ما يشكل لنا رافعة ارتقاء نحو الهناك الذي ينتظرنا. الآن نريد أن نسير معك، نصلي، نتأمل، نتكئ على صخرة الصلب التي تشبهك. ركيزتها، متانتها، فرادتها أنها لا تلين طالما يسوعك هو راعيها ولا من يقوى عليها.
التماهي مع والدة الإله لهو من النعمة بمكان أن نستشعر عمق نعمة الله لنا بأن يساوينا بالشراكة لا بل بالبنوة تجاه من اصطفاها من بين البشر
بأن تساهم بتحقيق سر الفداء. وها نحن نتمدرس معها على مقاعد التسليم المطلق لله، للثقة بأن من تأنس من أجلنا مشروعه لنا يرقى إلى التسامي الروحي، لا بل إلى الاتحاد به وعيش ألق المحبة المطلقة. اليوم وبعد 1991 عاما من تحقيق سر الفداء، ها نحن نحظى بفرصة متجددة في العام 2024، إذ بنا نقف أمام مصلوب بعمر 33 يقول لنا في كل عام: تشارك معي في حمل صليب العالم الذي لا ينفك يكبر، كونوا القيروانيين الحقيقيين، أبي وعدكم بالمنازل الكثيرة في الملكوت حيث ملائكته في تسبيح دائم، حيث لكم شفعاء يحملونكم في صلاتهم، قد يكونون أبا أما أخا أختا أو كل من كان لعبوره على الأرض ثمار صعود إلى حيث الفوق. خذوا من إكليل شوكي إطارا من خلاله تحاربون الصعاب، خذوا من حربتي أداة تواجهون بها التحديات التي تعيق رسالتكم، ثقوا إني غلبت العالم وأبواب الجحيم لن تقوى على كنيستي. أنتم كنيستي، حجارتها المتينة، أبنائي، إخوتي، أخواتي، رسلي، شرعوا أبواب قلوبكم للروح القدس، هو الذي يقويكم يعزيكم إلى منتهى الدهر. Thank you.
وليرنموا
لا لا لم يتركنا طيلة سنين الشهادة الأرضية، نحن الذين تركناه، اتكلنا على رحمته وتخوينا مع الخطيئة، فأصبح هو كفارة عنا، لأنه جعل الذي لم يعرف خطيئة خطيئة لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه. ألم يحن الوقت لكيما نعقد العزم على نزع رداء التلطي وراء بيت كبرياء الزجاجي، ونتقوى بالذي يقوينا؟ ألا تكفينا العلامات الصارخة والمتجسدة في مسيرتنا الأرضية لكي ما تعطينا العبرة، لا بل البرهان، أننا مرافقين من سماء الانتظار؟ ماذا ننتظر؟ إلهنا الذي افتدانا بدمه ومن أجلنا مشى درب جلجلة كانت محطاتها مليئة بالعبر الكثيرة. الصورة التي طبعتها فيرونيكا سوف تبقى صارخة أن وجهك يا مسيحنا الفادي لن يفارقنا، هو الذي يجب أن يطبعنا بختم الثقة الدائمة بك، أننا وإن كنا بلصوصيتنا التي نسرق بها لحظات الخواء، سوف نكون عن يمين رحمته، ويقول لنا سوف نكون معه في الفردوس، سوف نكون يوحنا الحبيب، أمنا مريم، نحن أبناؤها فلا خوف، سوف نسير نحو القبر الفارغ شهودا على القيامة، هو ليس هاهنا، لقد قام.
زادوا جراحا على جراح أقاسيها فليكن موت بكي حياة لطالبنا ناح الحمام تشتت أهليها فليكن موت ابنتي حياة لطالبها قلب وقلبنا يناجيها فليكن موت ابنتي حياة لطالبها عذارى شليل
مساء الخير للجميع والله معكم. خلال هالأمسية المباركة تأملنا بمعية جوقة الجامعة الأنطونية بآلام السيد المسيح وبكل شيء عانى من عذاب وأوجاع، من ضرب وعطش وتعب، من شعور بالوحدة والترك، الترك من قبل تلاميذه وحتى الترك من قبل الآب. عنوان هالأمسية كان بآلامه حيينا، وممكن هالعنوان إنه يدفعنا للتفكير بالتناقض يلي بيحمله. من أيمتى الآلام بتحيي؟ مين قال إنه الأوجاع تنعش؟ من أيمتى الجرح بفرح؟ ومين قال إنه الموت يسعد؟ يمكن نحن مدعوين قدام هالتساؤلات يلي أحدثتها لبل جيشتها فينا الأناشيد اللي سمعناها للتأمل بصمت، ولكن إيمانياً ما فينا إلا ما نقول لو ما لقيامي، لولا لقيامي ما كانت اليوم الليلة الجوقة أحيت هالأمسية، لولا لقيامي ما كنا رنمنا الآلام، لولا لقيامي ما كانت الآلام أصبحت تحيي، لولا قيامة الرب المسيح ما كنا الليلة اجتمعنا، لولا قيامته كان إيماننا باطل. الليلة أنا بس رح شارككم بصلاة صغيرة، ولكن قبل الصلاة لابد من كلمة شكر. بشكر الجميع بدون أي استثناء مع حفظ الألقاب على حضوركم معنا. أردت أنه تصلي نحن وياكم بالسماع والإصغاء بالتأمل والتذكر. الصلاة يلي بحب شارككم إياها هي بتقول: يا سيد الحياة، في نهاية أمسيتنا الروحية نضع ذواتنا بين يديك لتزيل عنها الألم والهم، وتبدد عن ضمائرنا الشك، وتفرج عن أرواحنا الغم. اجعلها تنعم بسكينة وأمان وسلام جم. يا مانح البركات وخالق السماء والأرض واليم، سبحناك الليلة بدون سؤال عن متى وكيف وأين وكم. فتسبيحك جمع أفكارنا المتبعثرة ووحدها ولم، وبذكرك هدأت أرواحنا وسادها الفرح وعليها عم. لك منا مع قديسيك وسيدة جامعتنا مريم الأم التسبيح والآمين من كل القلب والعقل والفم. بتمنى للجميع أعياد مباركة من الشعنيني لعيد القيامة، على أمل إنه هالأعياد تزيل عن لبنان وكل المنطقة كابوس الحرب، تحملنا الفرج والأمل والسلام، وتحمل لبنان للقيامة. ينعاد عليكم.